السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض برنامج جديد في إدارة المشاريع اسمه أوبن بروك. احنا عادة لما نيجي ندير أي مشروع بنستخدم برومافيرا أو ام اس بروجكت، بحيث إن احنا نحدد كل عملية هتاخد لها كام يوم، وكل عملية هتسلم لإيه اللي بعديها، وترتيبهم، وهتكلف قد إيه، وكل الحاجات ديت كنا بنعملها بالبرومافيرا أو ام اس بروجكت. لأ، في برنامج اسمه أوبن بروك. طب إيه ميزته؟ ميزته إن هو أوبن سورس، يعني مجاني تماما، مش تحتاج انت فلوس اي خالص. ممكن لو معاك مبرمج تديله البرنامج وتطور الحاجات اللي انت عايزها، كل الحاجات دي ببلاش. لو جالك المصنفات، لو البرنامج ده عندك تقول له انا شغال بيه، فما حدش يقدر يهرب منك، لان هو المبرمج نفسه حاطه وسامح بان انت تشتغل عليه. طيب، لو احنا قلنا هنعمل مثلا اول عملية وليكن مثلا الحفر، ممكن نكتب بالعربي كده تجربة الحفر، تمام. اقول ان الحفر مثلا هياخد مني 4 ايام، وهيبدا من يوم، بحدد اليوم اللي هيبدا منه، تمام. ونقول مثلا بعد كده اللسات فاونديشن، ونقول مثلا هتاخد 3 ايام. طبعا دي لازم تسلم لدي، فلازم يبقى التاريخ بعديها، تمام. ممكن نخليها يوم 14 ونشوف لو في يوم راحة زي ما انا عايز. ممكن يدوي تسحب الحاجة كده زي ما انت شايف، حطها في المكان اللي انت عايزه، تمام. بعد كده هنقول العواميد كولومز، تمام. هنديها مثلا وليكن 3 ايام، تمام. بنبدأ نلاقي العملية سهلة جدا ان انت تنظمها، وفي موضوع الفلاتر، تشوف ايه المهمات اللي خلصت اللي لسه ما خلصتش، ترتبهم، تعمل جروب. وانا ممكن اوصلهم ببعض، يعني اقول مثلا حفر، بعد كده الفاونديشن، وبعد كده الكولوم، موجودين كده. ممكن اقول له العلاقة بينهم، هل اول ما ده يخلص ده يدخل، ولا لازم يبقى في فرق في التوقيت بينهم وقد ايه. يعني ممكن اقول له ايه، اول ما ده يبدأ ابتدي معاه، اول ما ده ينتهي ابتدي معاه، الترتيب والوصلات بينهم، تمام. هتلاقي ان هو رسمهم هو بشكل جميل، ان ده هيخلص ده يسلم اللي بعديه، ده يسلم اللي بعديه، تمام. نقدر نحدد ايام الاجازات، نقدر نحدد كل حاجه احنا عايزينها. التكلفه نقدر برضو نكتبها بحيث انها تدخل معانا في الحسابات، تمام. فبرنامج جميل جدا، ان شاء الله نحاول نكمل مع بعض نشرحه على مدونه ماوس البيم draftsman.wordpress.com. أخوكم عمر سليم، أتمنى البرنامج يعجبكم، وإن شاء الله هو سهل وبسيط وصغير وممكن تتعلموا بسهولة جدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.